لاتيكيت المعايدات والزيارات خاصة يمكن برأس السنة وفترة الأعياد هو شيء كتير خاص وبهم كتير السيدات وبهم كتير نحن نطلع بمظهر كتير لائق خاصة بهي المناسبة. أكيد لحتى نحكي أكثر عن هالموضوع معنا نصر خضر خبير اتيكيت. يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير. وصباحكم إن شاء الله كل أيامكم فرح وسعادة ولسوريا كلها، لأنه نحن أكيد بيلبق لنا الفرح دائما. أكيد. يسعد صباحك ببداية 2020، بدنا نتمنى لك بداية جميلة يا أستاذة نصر. كنا عم نحكي بالمقدمة عن الاتيكيت، خلينا نحكي أنه كتير عالم بتحب تكون تعرف شو تحكي، تعرف ايمت تحكي، والجمل احيانا في كثير اشخاص بتحب تنطقيها لانه دائما الاذن هيك بتلقط الجمل الجميله. أكيد. المؤثره. خلينا نحكي بالبدايه عن اتيكيت المعايدات بالاعياد بشكل عام، مو بس بعيد ميلاد، بجميع الاعياد. شكرا لحضرتكم، ان شاء الله كل ايامكم حلوه. اكيد نحن علم الاتيكيت هو علم الفن الراقي، التصرف الراقي، الكلام الراقي، بالنتيجة هو كل ما يوصل إلى الفرح، الفرح بكل ما تعني الكلمة، الكلمة الحلوة فرح، تصرف الحلو فرح، كلياتنا هي عنا فرح ما بنحاول نوصل كل الأفكار الجميلة للآخرين. أكيد. بالنسبة للمعايرات، المعايرات هي علاقة اجتماعية، حكما هذه العلاقة الاجتماعية توطد علاقات المحبة والألفة، ولا نستطيع أن تكون هذه المحبة والألفة إلا إذا كان في معرفة بالآخر وتبادل كل ما هو جميل، هذا يعطينا الفرح. بكل الحالات المعايدات تكون هناك معايدات شخصية أو معايدات دينية أو معايدات عامة بشكل عام. المناسبات الدينية مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الميلاد. أما المناسبات العامة ممكن عيد رأس السنة، إن شاء الله هي السنة بتكون سنة خير لسوريا، كلياتنا شايفين النصر وشايفين الناس مبسوطة. أكيد. وشايفين هاي المظاهر اللي كانت قبل ما أنا موجودة أبدا. نحن بالأعياد الدينية حكما بتكون العلاقات أو الزيارات شخصية عائلية، يعني قدر المستطاع بتكون مقتضبة أو مقتصرة على الأهل أو المقربين جدا. نعم. وبالتالي إذا كان عيد الميلاد ممكن نحن نفكر بالأطفال أكثر ما نفكر إذا بدنا نعمل هدايا، نعطي هدايا، نقدم أي شيء، الأطفال مهمين يكونوا موجودين. طبعا في هذا العالم الحديث العلاقات شوي صارت بعيدة، فنحن قدر الإمكان إذا في أي خلافات نحن الكل بنجتمع بالبيت، الشخص اللي هو أكبر سنا ممكن يكون الجد والست مثلا أو الأب والأم، وإذا كانوا كبار غير قادرين على استضافة العائلة ككل ممكن الأصغر سنا، وبالتالي نحن منروح لعندهم ممكن نقدم أي شيء قبل المناسبة، نبعت أي شيء. أكيد ما بنبعت شيء بعد المناسبة، لأنه إذا بنبعت شيء بعد المناسبة بدها تنحسب إنه هي رد جميل على ما قدمت، وبالتالي إذا لم يكن تقديمك جميلا لا أهديك هذه الهدية الجميلة، بدها تصير نوع من دفع الثمن. لكن بكل الأحوال إذا اجتمعنا كثير مهم نقعد مع بعض نتحدث مع بعض، وإذا كان في خلافات بسيطة ما بين أشخاص معينين من العائلة أو المقربين منا قدر المستطاع بدنا نخبر الطرفين أنه نعم. في حدا تاني جاي. أكيد. وبالتالي إذا بدنا نقعدهم نستضيفهم عنا بنبعدهم شوي، بنبعدهم شوي عن بعضهم عشان ما يصير أي طاط. وبيقولوا أنه يمكن أستاذ نصر أنه أحلى وقت لحتى للمة العيلة، أحلى وقت لحتى نحن نحل الخلافات هو يمكن وقت العيد اللي يمكن تصفى القلوب وبنبدأ نحن بداية جديدة بكل شيء. ويمكن صالي تتذكري لما كنا نحن صغار أحلى شيء كان يصير هي لمة العيلة. أكيد. لما نفيق نحن ناخذ العيديات إذا بدنا نقول. أكيد. هي أهم فقرة بالشيء. طقوس العيد له طقوس. أكيد. حقيقية كتير حلوة. الاتيكيت للزيارات يلي نحن يمكن لازم هو يكون موجود ومن المريح انه يكون موجود. نعم. يعني مو اي دقيقة، يعني نحن هيك كنا نعرف انه اي دقيقة يمكن ممكن يندق باب البيت يفوتوا يعايدوا علينا، هو شيء كتير حلو. لكن اليوم يمكن في نظام اكثر، في مشاغل الناس صارت اكثر. كيف نحن فينا ننظم مواعيد للزيارة بشكل صحيح؟ تمام. هلا في حالات
هلا اذا نحن دعونا لازم تكون دعوه قبل فتره كافيه. ممكن اسبوع، خمسة ايام او اسبوع لازم يدعونا. اذا نحن وافقنا على الدعوه يجب تلبيه الدعوه. يجب تلبيه الدعوه. نعم. يعني ما بيصير نعتذر لاحقا الا اذا كان هناك اي امر خارج عن نطاق إرادتنا الحقيقية. إذا بدنا نعتذر أيضا قد نكون مدعوين إلى مكان آخر. قد نكون مدعوين إلى مكان آخر. نوضح سبب الاعتذار. بدنا نوضح طبعا. منوضح بنقول لهم نحن إن شاء الله بيشرفنا إنه نجي لعند حضراتكم لكن نحن عندنا ارتباط بمكان آخر. نعم. طالما اعتذرنا أيضا ما بيصير نجي لاحقا. ما بيصير نجي لاحقا. وإذا دعينا في هذه الحالة إن أتينا أو لم نأتي يترتب علينا رد الواجب. الزيارة الواجب. يترتب الواجب. علينا واجب نرد. حتى لو ما نحن ما قدرنا نجي إذا حضرتك دعيتيني وما قدرت اعتذرت عن تلبية الدعوة في وقت لاحق يجب أن يكون لك دعوة عندي لأنه حضرتك دعيتيني فأنا أكيد شخص بالنسبة لي كثير مهم وأنا يجب أن يرد الجميل حكما. نعم استاذ نصر يعني خلينا ننتقل لشق اخر. احيانا بيقولوا في ظروف بتحكم فيمكن احيانا العالم تقصر بواجب معين تجاه اشخاص مقربين منا. نعم. قديش ممكن نحن نحط اعذار ومبررات انه يمكن كان عنده ظرف معين نحن ما بنرد له الزياره هو ما اجى لعنا بالعيد فنحن ما في داعي نروح لعنده بالعيد. قديش حلوه المبادره الطيبه والجميله لاحيانا كمان بيكون في شرخ هيك صغير بنرممه نحن بالمبادره جميله مننا قديش حلو. اكيد نحن بكل حالات كشرقيين عندنا عيش مشترك وثقافة مشتركة. نعم. هاي ظروف الخاصة قد يكون مثل ما تفضلتي حضرتك شخص قد يكون بعيد مسافر قد يكون شاب برا البلد. نعم. في هذا الظرف يجب على جميع الأهل معايدة هذا الشخص إنه حضرتك موجود بيناتنا نحن نبادر إلى معايدته ما نطلب منه هو يبادر او يحكي حتى مع الاخوه الكبار او الى اخره، وبالتالي نحن بنبادر الى معايدته، اذا نحن كان في اي سوء تفاهم واسف يعني هذه وارده كثير 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 نحن اكيد ما بنحاول بهذه المناسبه يكون في شخص مشترك، قد يكون هو المبادر الى حل هذا الخلاف، ممكن يدعونا، ممكن كذا، نحكي عن الاشياء المشتركه، الاشياء المفرحه، الحياه ما بتستاهل كل هالقد انه نحن نزعل نحن لازم نعيش بفرح بتستاهل تكون كلها تفرح لانه قصيره اكيد واكيد لازم نزرع البسمه والفرح أكيد. والسعاده للجميع أكيد. لانه هذا مبرر العيد نحن المبرر العيد انه نجتمع مع بعض لزياده الالفه والمحبه والفرح والسعاده للجميع صحيح. وحل كل الخلافات اللي ممكن قد تكون موجودة لأنه كلها صغيرة بكل الأحوال. أكيد. الشيء كمان يلي ممكن نحن نشوفه للأسف هو الانتقادات يلي بتكتر يمكن بهي المناسبات أو خلينا نقول بأي جمعة ممكن وبأي حالة فرح وبأي مناسبة. كيف نحن نقدر نتلافى هي الانتقادات وكيف نقدر فعلا نتعامل معها بطريقة كتير راقية؟ هلا قبل الانتقادات في ناس كتير بتسأل أسئلة تكون محرجة. جدا. الأسئلة المحرجة. حضرتك ليش ما تزوجتي؟ حضرتك قديرات بقى ليه ما عندك اولاد مثل ما تفضلتي حضرتك يعني هاي الامور لا داعي طبعا نحن بلباقه فينا نتهرب من هذه الاجابات ممكن نقول والله في مشروع لكن بدها شويه رويه بدها دراسه اكثر بدها كذا الى اخره موضوع الاولاد نحن كثير مبسوطين هلا لاحقا ممكن يجوا يعني بكثير ما يبين علينا ردة الفعل اللي مزعجة لازم الابتسامة تكون موجودة حتى لو طلع الكلام الابتسامة كثير مهم البادي لانجوج مهم الصوت مهم ما بيصير نحن نعمل أي انفعالات ومثل ما قلنا رب البيت أو صاحب الانفيتيشن الدعوة اللي نحن موجودين عنده كثير مهم يكون حاطط ممكن يكون حاطط بعض القوانين بدنا نسميها او متفقين انه نحن نفتح المواضيع الايجابيه، المواضيع اللي بتزيد المحبه اكثر، بتزيد الالفه اكثر، بتزيد الفرح اكثر. اكيد اكيد مثل ما حكى نحن جينا على الدنيا زوار فخلي الفرح دائما مرافقنا،
ما في شيء بيستاهل انه نزعل عليه، يمكن شغلات كثير بتمر بحياتنا لازم نحن نتجاوزها فرح بطاقه بمحبه. الاشخاص السلبيين خلينا نبعد شوي عنهم، ما هيك؟ اكيد. بدنا نقول بالختام لكل الاشخاص السلبيين بدنا نقول شيء، بدنا نقول الاشخاص الايجابيين. الايجابيين دائما وابدا الاشخاص الايجابيين وجودهم كثير مهم. حلو. وجودهم كثير مهم ولازم يكونوا موجودين باي موقع باي مكان، موجودين كثير لانه هدول بخلونا كلياتنا نبتسم، بيعطونا هي الطاقه الايجابيه، بخلونا نعطي، لانه اهم شيء بهذا العالم واجمل شيء بهذا العالم انه نحن نكون قادرين على العطاء. أكيد. اللي بيعطي بيكون كثير مبسوط اكثر من الشخص اللي بياخذ، لانه عطاء نعمه من الله، لازم نعطي نحن كل ما هو جميل، كل ما هو جميل، ولا أكيد. أقبل موضوع المعاملة بالمثل، لأنه يجب أن أكون الشخص الأهم، لأنه إذا في شخص سلبي أكيد ما بعامله سلبي مشان ما أصير مثله أبدا. صحيح. بدنا نتشكر كثير وجودك معنا، بدنا نتشكر هدول العبارات اللي دائما نحن بنسعى أنه تترسخ بأذهان كتار. بدنا نتمنى سنة خير وسعادة لحضرتك ولعائلتك وأكيد لجميع يلي عم يتابعنا بهيدي الحلقة الخاصة. أكيد ساري، بدنا نقول لك شكرا مرة تانية، ينعاد عليك ونتمنى تكون سنة حلوة. شكرا لحضرتكو، نتمنى كل الفرح والسعادة لكل الناس، لكل الناس. نعم. وبتمنى لهالبلد، هذه البلد تستاهل انه تكون الاولى. أكيد. على مستوى العالم بالعيش المشترك الموجود، نحن بنعايد بعض بالمناسبات كلياتها وبنجتمع مع بعض اسلاما ومسيحيين. أكيد. نعم. ودائما متفائلين. نعم. ودائما وشنا باتجاه الله مبسوطين كتير. اكيد. شكرا لك.